ويعني قضي أنا قضي مصيبة مصيبة. شو بدي ساوي؟ لخير شو في؟ شوف جابر بعد رسالة على موبايلي أنا في نادي جنان. والله كان قلبي حاسسني. شو كان قلبي حاسسني؟ اتصرف عمل أي شيء بالمضيع البنت. شو بدك يعني أعمل؟ اتصل فيه وقل له وين نادي جنان؟ شو لكان؟ نستنى لي يضيع البنت مثل ما ضيع كريم؟ شوف نديم أنا بحياتي ما دخلت بشي بس ورحمة أبي ورحمة أبي إذا بيصير شي لبنتي ما بلوم حدا غيرك. اهدي اهدي راح أحاول أعرف وين النادي. أنا راح بدل تابي وجاي معك. تأخرتي خفت ما تجي. لكني اجيت. لك يا ميدا اهلا وسهلا. بعت لك رساله على الموبايل قلت لحالي بجوز كنت نسيان المكان. نسيته للموبايل. طيب شافي شافي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل سيما عليك. بس اتفقنا نكون لوحدنا. ايه ما اختلفنا بس ابو عامر مو غريب حابب اتعرف عليكي كمان معه بسعيد. انا عاده بحب اعرف عن نفسي مثل ما قال لك ابو عامر. اهلين. ان شاء الله هالمره نقدر نسهر سوا. تفضلي 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 يا جماعة ليش واقفين؟ تفضل. طمنيني كيفك هلا؟ ماني منيحة راسي كثير عم يوجعني. عندكم شي حبة تريح لي راسي؟ هي تكرم عيوني. أبو سعيد معك شي؟ عيونك. يا ريت كل البنات يعرفوا شو بدهم مثلك. عم ضحي كرمال عيلتي. ليش هيك عم تحكي كأنك رايحة على الجنة؟ صدقيني مع جابر رح تشوف النعيم بذاتي. بعمر الخسيس ما بشوف النعيم لحدا. انت مو بس خسيس، انت واحد واطي بلا شرف. احترم حالك وعارف مع مين عم تحكي. انا بعرف مع مين عم بحكي. نديم ولا كلمه. اوعك تجيب اسمي على لسانك. انت واحد واطي وخاين وبلا شرف وما فيك ناموس. امشي بابا امشي. كلب ما بيعاشر غير كلاب مثل حكايته. لك خلصي ولا كلمه بس ولا كلمه شباب. هي بسيطه. لك وطي صوتك بقى فضحتنا. متفقين علي؟ لك والله والله حاجة تحكي طلعت أشتر منها. شو قصدها؟ لك كان بدل حمود. شلون مريت علي هيك؟ بس منيح ما عطيت شغل. قلت جابر أنت بلشت تخبص. من بكرة بتعلن المزارع. بكرة؟ بتضبط كل شيء. اصحك تعال مع الشرطة. خلي المزارع يروح على خير. أنا اللي بدي أفهمه كيف بتورطي حالك مع هيك عالم؟ لو تأخرتوا شوي كنت أخذت الحبوب وقدرت أمسك جابر والكلب اللي معه. لك هدول مجرمين يطالوا حالهم منا مثل الشعر من العجين. بس بكل الأحوال كان لازم تنسخي مع الشرطة. ما حبيت أعمل شوشرة بس أنتوا هلأ خلص خربتوها. أي منيح ستي منيح اللي درينا وخربناها. يا عالم لو تأخرنا شوي وين كنتي صفيتي؟ مساء الخير. أهلين وسهلين حبيبي. حضر لك عشاء أمي. لا أمي متعشي برا. وين شام؟ شام قال عنده مناوبة. مناوبة؟ إيه خير إن شاء الله. طيب أمي حطي القطن بأدانك وفوتي نامي يلا. إيه تقبرني ليكم بإيدي. يلا حطيهم بأدانك وروحي. صباح على خير. صباح على خير. الله معك. صباح على خير. ألو أنا جابر. وين أنا اسمها؟ لا 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 اتركيها نايمة. لا إذا موجوعة أخذت الدواء؟ طيب لك اسمعيني اسمعيني شوي. انت اللي تسمع ما هو اني. انا بس بدي اعرف بالاشاره لبكره ولا اللي بعده؟ تريد علامه؟ علامه تعلم بعينك ولا اذا لك اذا لبكره قليلي اذا بدل ما تسال عن حرمتك تسال عن العلامه باشر ولا بعد باشر. طيب 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 خلاص 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 انا اقول لك ويش العلامه باكر او بعد باكر ينخرب بيتك يا جابر. اوف الختياره خرفانه العمى. يوم يوم الحكي نسمه يا بنتي على وجه نسمه يا ويلي يا ويلي نسمه. دكتورة دكتورة حالة إسعاف فقدان وعي بضغط نازل. طبيب تخدير صار هني. يلا لحقتك. طيب يا إسمع إيش صار بينا يا ربي إيش صار بينا؟ الله لا يوفقك
جابر ثاني وصل الدكتورة. وصلت الدكتورة يا دكتورة يا دكتورة. يا رب خليك بنيتي ما بعد غير. طمني طمني خالد طمني. شوفي دكتورة واحد أدوية الإجهاض ممنوعة لقيته مع والدتي المريضة. هذا انتحار؟ خلينا نقول نسبة. الله يخليك ممنوعي. يا نسبة والله ممنوعي. يا حجي خليك. الله يخليك حجي الله يخليك ممنوعي. يا نسبة يا ربي. طمنيني يا بنيتي. طمني طمني خالد طمني. كيف حالها؟ منيحة صارت أحسن الحمد لله يا رب. خالد يسألك هي من إمتى عم تاخذ هذا الدواء؟ من زمان يا دكتورة. جوزها يلطيها إياها بالقوة بالغصب. ما كانت تعرف إنه هذا الدواء ممكن ينزل الحمل؟ نسمة بنيتي حامل؟ قلت لهم يا دكتورة إنه بنيتي حامل قالوا لي لا هذا وجع بطن. ما صدقوني يا دكتورة. هيك الطبيب قال؟ هي دكتورة وجوزها كان يجبرها تاخذ الدواء. خالة هي من أخطر أنواع حبوب الإجهاض كان ممكن تروح فيها مع الجنين. يعني الولد ايه نزل أصلا هو كان متعفن جوا الرحم. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب وين زوجها؟ الله العليم يا دكتورة وين أراضيها الساعة. الله يلعنه ويلعن الساعة اللي تجوزت بيه نسمة. بس يجي لازم تخليه يشوفني. ايه لازم نعرف مين الطبيب اللي وصف لها هذا الدواء. يا بنيتي يا دكتورة أقدر أشوفها الحين؟ لا خالي ما رح تقدري بكرة الصبح بتشوفيها. أشوفها شوي. لا خالي ما بصير. المهم لما بيجي جوزة بتقلي لي. إيه؟ يلا روحي ارتاحي. يلا بتقلي. لسه في طبيب يوصف هيك دواء؟ إلا إذا كان بده يتخلص من الأم والجنين. بتعرف إنه هيك أدوية ممنوعة بأوروبا من 10 سنين؟ مساكين كان قايلوا إنه الدواء لوجع المعدة. جهل. لو الأم وبنتها بيعرفوا يقروا كانوا عرفوا شو القصة. هاي جريمة. صباح الخير. أهلاً. صباح الخير أهلين بدر. شو مجهز حالك لو زي ما فاهي؟ لا ما نمت. طلعت تمشيت شوي ورجعت. لسه لهلا في مشاوير صباحية؟ لا بس حبيت تشوف الحارة وناسها من جديد. طبعا دق المي وهي مي. لما بتروح من مكان بتصير للأشياء معاني تانية. بس الناس والوجوه بتضلها مثل ما هي وانت دائما بتترك وبتروح. بتفكر اني بدي اتركك؟ أنا ولا يوم من الأيام ظنيت إنه ممكن أمي تتركني. بس تركتني وهي هلأ شان بدها تتركني. وإنت؟ بس أنا ما راح أتركك. نفس الشيء. لا تخلي الحنين يشوش تفكيرك. الحنين؟ أنا بحياتي ما عشت على شيء مضى. هذا الحديث بس كان هيك مجرد ذكريات. اصلا انا ما عاد فيني حن ولا عاد فيني افهم انه ليش الناس بتترك وبتروح. بدك تروح تحضر مناقشة عزة؟ كنت حابب تيجي معي وتكون شاهدي. البسيطة هاي ممكن اي حدا يكون شاهد زواج بس بعتقد مو اي انسان ممكن يكون شاهد حب. اذا مفكر اني راح اتركك بتكون ظلمتني. كلنا بهالحياة مظلومين وظالمين. شو بدنا نعمل؟ مضطرين نتحمل بعض شوي. بتحب قول شي لشام؟ يا الله يا ربي. يا بي يا بي هذا الزر محل هو مفتوح خليني يفكر لك. يا بي انا بدي تشبشب. انت شباب.
عليا عليا خلاص عملتيني مثل عروسة المولد. انت عروس انرتي ولا لا؟ ما خلصتوا؟ نجلة خلصيني من عليا، ما عاد بدي احط شيء. اعملوا اللي بدكم اياه بس ما تتأخروا. شفتي هي سمعتينا حكي من الست نجلة. خليني كمل مكياجك. لا يلا لك شو بدك تكملي خلص ما عاد بدي احط. حبيبتي حبيبتي بس شوي تحكي شو. من الاكل جاهز؟ ايه شو 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 ما شاء الله صاير احسن يا حجي. بدك مساعده شيء؟ طيب طيب راح احل عنك امرك. شو وينه جابر؟ خلص 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 ما بقى اجيب سيرته بالمره. الملفت برساله الاستاذه الخاصه بزميلتنا لا يكمن في العنوان فقط، المرأة والمجتمع والقانون، وإنما في تعدد الزوايا التي تم من خلالها طرح الموضوع والمعالجة، ولعل أهمها هو الاستشهاد الحي بما يبدو لي أنه قصة حياتية معاشة. تستحق زميلتنا عزة أن نهنئها على استشهادها وتعمقها في المعالجة، وأكيد زميلتنا عندها شرح وكلام أخير بهذا الموضوع. الحقيقة أنا ما عندي أي شرح لأنه المناقشة ما تركت أي نقطة تقريبا بدون شرح أو تعليق، بس أنا بحب شدد على النقطة اللي حضرتك تفضلت فيها واللي هي الاستشهاد الفعلي بالقصص الواقعية المعاشة، واللي هي صورة أخرى للنص القانوني، وبتعطي النص واقعيته لحتى ما يبقى التشريع مجرد حبر على ورق، بمعنى يحفظ النص وتغيب صورته الواقعية والاجتماعية اللي هي بتتفق معه كتير وبتخالفه أكتر. وشكرا. الأستاذ المشرف بيحب يضيف أي شيء؟ بالواقع ما ضل شيء أحكي فيه لأنه النقاط كلها تغطت وزيادة، وأنا بس بحب شيد بتجربتنا أنا والأستاذة عزة اللي أخذت شكل الإشراف فقط، يعني هي الأستاذة قامت بالمجهود كله وهذا المجهود تستحق عليه الأستاذة فعلا. باعتبارنا متفقين على هالشي كلنا، فبيسرني كوني رئيس اللجنة هني زميلتنا بالأستاذة. شكرا لك كثير أستاذ. شكرا أستاذ حسن. مبروك. شكرا. ألف مبروك يا ماما. الله يبارك فيك. مبروك أستاذي عزة. شكرا عمو أديب. هلأ صار لازم تنادي لي أستاذي عمو لحتى صير عمو. ما صفيان غير كتب الكتاب هلأ بنكتبه. مو لازمكم شاهد طبعا إذا الأستاذي ما عنده مانع. إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك. جدا مبروك يا جدا. الله يبارك فيك. الله يبارك. شكرا. شو تأخرت؟ خايف يكون صاير معه شيء؟ لا بتكون عند بدر. فينا نقول مبروك. مبروك حبيبي. صباح الخير. يا هلا يا هلا بالدكتورة. يا نسمة هذه أفهم دكتورة بالدنيا. يا هلا بالدكتورة. صحيح يا دكتورة أنا كنت حامل. الدواء كان له تأثير كتير كتير قوي عليكي. يعني الولاد راح. كان ممكن أنت كمان تروحي فيها. ولادي مات. ولادي مات. يلا نسمي قويلي حالك أشوف. يلا يلا قويلي حالك شدي حالك. يلا خليني أفحصك أشوف. نسمع 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 هنوف هنوف وين راح هدول؟
الو مرحبا فادي، انا جابر اسعد مستشفى. ايه وليه ما خبرتني؟ طيب مع السلامة. صباح الخير جار. أهلين صباح النور. مرحبا بالليل، أنا المدام على المشفى وما عرفنا كيف نتصل فيك. طيب شكرا. هم لاحظوا أنه الرئيس كله اليوم حتير الموت. نو دخيلك بعدنا شباب. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا. مبروك. يعطيك العافية. يعطيك العافية. يلا سلام. يلا دقيقة بعد حملها هي ما بقى تطلع. هيك خد تقبرني. مرحبا يا حلو. أهلين. شو وينك من الصبح؟ ها اتصلت امك شي 10 مرات، شو ما حدا خبرك؟ والله نسيت، انا رايحه. عاوزينك بالغرفه 221، بوصل جهاز الصبي اذا بتحبي تشوفي. طيب شكرا. انا تحت اذا لازمك شيء. شكرا كثير. نسمه لك طلعي فيني وحيات عيوني ما كنت عارفان لك وحيات غلاوتك، على شو بدي احلف لك؟ بسيطه، والله لاخرب بيته للدكتور. احسن دكتور بالدنيا ها؟ هسه عتشوف من احسن دكتوره، لو ما كانت موجوده كان راحت بنتي ويا وليدها. هنوف مشان الله ريحيني. انت تريد علامه ها؟ انا انطيك علامه والله خير يا نخرب بيتك. ولك اسكتي بقى. يا دكتوره هذا هو زوج بنتي. اكيد هلا فهمت شو اللي صار بالضبط. ليش انت بي؟ يعني هيك قصه بدها حدا من وزن عمي جابر. من عمك؟ اخو ابي. لسه في عندك قصص واسرار ما عرفناها يا عمي؟ أبا الصدف والأيام. شفت شلون الودع ما يجذب؟ لك أنت ما بتعرفي تسكتي بقى؟ بدل ما تعيط عليها شو كيف بدك تخلص حالك من جريمتك؟ وشو بدك تقول لأمك إذا عرفت؟ كنت بدي أقول لها كل شيء، على كل الدكتور اللي فحصني اسمه له حساب عندي. أنا بعرف كيف أفتح الموضوع. وبعدك يا جابر، بعدك وعد إني ما سكره لحتى نعرف المجرم الحقيقي. سحر. الولاد مات يا سحر. مات الولاد. طولي بالك. العوض بسلامتك حبيبتي. خبرني فادي بس انا ما صدقت. حضرتك رفيقتها؟ انا الطبيبة المشرفة عليها. تصوري هلا اكتشفت انه النسمة بتكون مرت عمي. والله الدنيا بيها عجايب. ليش كانت حامل؟ ايه بس هلا وضعها احسن، ما رح طلع من المشفى لانه جسمها ما بيتحمل ابدا. لازم نعرف شو اللي صار بالضبط. يلا بالإذن أنا لازم أمشي، برجع بشق عليكي. إيه؟ إن شاء الله. الله وياك يا دكتورة، مع السلامة. يا حبيبة قلبي كنت رايحة أموت يا سحر، كنت رايحة أموت. بعيد الشر عن قلبي. طولي بالك حبيبتي، طولي. الحمد لله إجت هيك. صدفة عجيبة. شام بعرفك عقلي، هدي شوي وخلينا نتفاهم. بدك تعمل معي صفقة؟ هيك متعود ما هيك؟ لك يا بنت الحلال فايت بشغل جديد وما بدي شو شرف. أنا بدي شو شرف؟ هاي حياتك مو جنينة اللي جوا، إذا عم تفهم علي شو عم بحكي. بدك تسمعيني؟ لك وعم تهدد تمام؟ لك أنا عندي موعد هلا ومتأخرة كثير، بس إذا بتطلع نسمة من المشفى يا ويلك. ليه طلعت لي هالمصيبة؟ يلا خذني البيت، اريد اجيب هدوم لبنتي، ما عندها شيء تلبسه. طولي بالك بدك تبكي لحالها؟ هسه صرت تخاف عليها، ما هي لوحدها، ربيعتها عندها، يلا. طيب مشان العلامه شو؟ هذه العلامه جت ببنيتي، بس العلامه الثانيه بيك. مشان الله طمنيني خبريني. الله اعلم. طيب اليوم بكره بعد بكره؟ حرص اليوم تخلص باكر. يلا. يلا
ألف مبروك يا أستاذ وديها. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك وعقبال وعقبال عندك. الله يبارك فيك يا عمي. يلا يعطيكم العافية يا جماعة، إذا احتجتوا شيء اتصل فيني. ما قصرت يا أبو رئيس. الله معك، مع السلامة. وفق إن شاء الله. مع السلامة. يلا سمية أنتي على الدكان. لا أمي، حدا بيشتغل بعرس أمه مو معقول. سمية. ايه فهمت فهمت امي، رايحة بس مو على الدكان، رح روح على السوق. لك روحي وين ما بدك وطولي قد ما امريني. ان شاء الله الف مبروك. مبروك عمي، مبروك ان شاء الله امي. الله يبارك فيكي. ان شاء الله معكم. يلا اهلا وسهلا، تفضلي. عافية يا شام، بعد ما سافرت ماري وسارة وشام الصغيرة فضي علي البيت، تفرجي شي بجنن. ما لحقت القصر العدلي. ايه معلشي معلشي، منيح ما رحتي حتى. هلا بيكونوا خلصوا، انا هلا جاي من عندهم، بيكونوا صاروا ببيت العروس. لك هلا روح لعندهم. ايه لحظة، إيه ما في حدا بدك تسلمي عليه؟ الله يرضى عليكي. شوفي يعني هو ما بعرف يعني كثير بيرتاح لما بيشوفك. شوفي مرة انت حلوة او حقيقة اكتر من اللازم. ليه سكرت الباب؟ مشان نحكي، بدي تفهميني شو قصتك مع لعنة الموت. بعدين ليش هيك متغيرة؟ نيناتنا تغيرنا. اسأل حالك. سألت حالي وما لقيت جواب. ما بعرف. لازم نبعد عن بعض. وأنا شو ذنبي بهالقصة؟ حاسة إنه علاقتنا ما لازم تكون مثل قبل. مشان ما تفقديني وهي لعنة الموت؟ بدر معلش ما تتمسخر؟ إذا أنت مانك مآمن بهالشي اصطفل. لك شلون بدك يعني آمن باللعنات والصدف؟ أنا هذا الشي كله ماني مقتنع فيه. بعدين شام أنا في 100 ألف قصة براسي. لهيك ما عم تلاقي حالك. أنا ماشي لقدام وهنيك رح لاقي حالي. بس لازم تعمل شي. المهم أنت شو بدك تعملي؟ أنا رح قوم أتركك هلأ. كلكم بدكم تتركوني. أنت متأكد أنه الماضي مو مسيطر عليك؟ بدر أنا بحبك عن جد. بدي اثبت اني بحبك، انه ما رح تتركيني. وشلون بدي اثبت لك هالشي؟ انك تيجي اليوم على المعرض. واذا ما اجيت؟ عادي ما رح لومك. امي من قبل تركتني وهي هلا ابي رح يتركني. صار لازم امشي. معلش تعلق تحت. باي شام، صورتك ومكانك هون. اهلا وسهلا. اهلين. فرحتي كبيرة اليوم يا جدو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين سهلين. واخيرا وصلت شام. الحمد لله. رح شوف شام. اهلا وسهلا. الف مبروك عزة. الله يبارك فيك. انا اسفه ما لحقت غير. لك انت حلوه كيف ما كنت. اهلين ماما. ألف مبروك ماما. ألف الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبالك إن شاء الله. شام امشي عرفك على زملائي. ماما خليها شوي بدي أحكي معها. طيب يلا. شايفة ما أحلاهم هدول ناس؟ ما أحلى ناس. إيش بدك يعني نعرض حالنا مثلهم؟ آه خليكي شكباقي. ما بدك تروح معي؟ أنا بارقت لهم، إذا بدك أنت روح ورجع.
صحيح رقم الاستاذ يحيى ومدام شاهد معك؟ ايه معي. دق له وخليه معه. بدك شيء ثاني؟ لا لا سلامتك. يلا باي باي. ماما ماما شام حجبك هيك ما بتحلي شيء. ماما انا ما كان بدي، انا ما كان لازم حكي. انا بحبه بحبه كثير بس هو ما بده يفهم. شام حبيبي علاقتك انت وبدر ما اخذت وقتها. ما عم يعطيني وقت ولا عم يعطي حاله. انا كمان بدي مين يضمني. انا كمان تعبت كثير كثير تعبت. وينكم يا جماعة؟ شام اليوم بالذات ما لازم يكون في بكي. حاجتنا بكي بقى. أنا آسفة يا جماعة. أنتوا أمتى مسافرين؟ بعد افتتاح المعرض. والعنوان معك ما هيك؟ أي معي. خلينا نفوت لجوا شام. شو قررت تسوي؟ ما بعرف. المزاد بكرة الصباح. حاول تشغل بنت أخوك. أرشيها خبيها احبسها يا أخي. المهم الشرطة ما تشتري عليك بهالفترة. دخلك نديم بتعرف شو عم يعمل؟ عم يحاول يجمع مصاري بس ما حدا عم يعطيه. المهم ما حدا غيركم نازل على المزاد بكرة. أنت بتدخل بالموضوع؟ وشو بدي أعمل لك أنا؟ إذا تركتك تتصرف لحالك بتروح بتلحق لي المسارات وبتضرب مندل بتضيع وبتضيعنا. عم تفهم؟ لا تخاف اليوم وبكرة رح أنهي كل شيء. الأفضل إنك تنهي كل شيء. عم تفهم؟ تنهي كل شيء. ما تسكر. وانت عليه جايبه كل هذه الثياب خربانه مثل صاحبها. هذا هو ريت امين هو ابو المكاتب. اردي هو حكي. الو مرحبا سحر انا بدر. الو سحر انت معي؟ ايه ايه هذا انت؟ ايه هذا انا. اليوم معرضي وحابب اعزمك. وين؟ عندي هون بالبيت. اتصلي بهذا الرقم ومازن بيجيبك. مازن؟ ايه مازن. هذا موبايل مازن. احفظي الرقم عندك. طيب طيب مع السلامة. منو هذا؟ مازن الناطور؟ لك لا مو مازن الناطور. بس معقول مازن؟ كيف ما انتبهت انا؟ اخ اخ منكم يا البنيات. انا بدي امشي. ماما مو مستاهلة تروحي. ماما بدي اطمن على مرت اخوك جابر. خايفة يكون عامل له شي عاملة. انا من رأيي اتبعدي عن طريق بينته ما بيريح. جابر طول عمره حقود. ما تخافوا علي المشفى مليان عالم. رح تيجي على المعرض؟ نحن مسافرين دغري. على راحتك العنوان صار معك. يلا باي. باي ماما. باي. Congratulations. شكرا. شكرا. خايفة عليها. شام بمية مثل عمتها. شو رح تعمل هلا قدي؟ أنا رح جهز حالي وأنت لازم تجهزي. أنا ما عاد فيني صبر. قدي. شي الله معك. مرحبا. أهلين عمو. عم تدوري على علي مو هيك؟ والله علي استقال يا عمو. إذا بدك في غيره بيوصلك. لا شكرا. طيب عندك رقم موبايله؟ لا والله. خدي. أنت العلم؟ شو رح تعمل مشان بدر وأمه؟ بصراحة ما بدي إياها تشوفه بهالحالة. بس أنت ما دخلك. ما بعرف. أديب أعطيهم فرصة. ببحس إلا وغير الدربي وبيت الحبايب صاير بقربي. آه يا قربي.
وبصير اتعاتب انا وهالقلب. يا رب شو بيدي على قلبي. ولك سلامة قلبك وروحك إلهي. وجهتي انت ما فكرت تغني بشي نادي؟ بلا نعرض علي بس انا ما وافقت. ليش؟ لانه انا بحب غني للي بيسمع مو بغني للي بده يسمع وياكل ويشرب. الغناء عندي مراء. ولك تقبر عيوني. انا جمهورك وانا ناسك وانا المراء تبعك كله تقبر ديلاي. وبدنيا وردكم زارع يميني وعدرب دراج ضيعته يميني. ولك وعليكم بالهوى لحلف يميني ما أهوى غيركم بعد الغياب. حاج تبكي لك أمي حاج. أمي مشان الله ما تقسى عليها. بيكون شيء من حرام ضحكان عليها. أمي إذا بدك يانا ننفضح بالشام هلأ بترك لك البيت وبمشي وبساعتها حليها مع بنت ابنك. أنت متأكد أنه اللي بالصورة هي شام؟ والله أنا ما عم بقدر ميز. بدك فرجيك اياهم كمان مشان يغط على قلبك من جديد. تفرجي بتفرجي. خلاص رح ينفجر راسي. وانا اللي كنت مفكره رايحه على المستشفى لحتى تشتغل طلعت عم تعمل عمايل هنيك وفوق كل هذا الشيء بتتصور مشان تفضحنا. قلت لك لك امي قلت لك وما كنت تصدقيني. ما بعرف شلون بدي اخبي وشي من الناس. لك يا رب خدني لحتى اخلص من المصيبه يا رب. خدي هالحبه خدي بيهدى راسك وتنوم دغري احسن ما تشوفيها. هلا انت متاكد انه اللي شفتها هي صوره شاب؟ شب انا امي شو عم كذب؟ شفتيها بعينك؟ طيب على شو بدي احلف لك حتى تصدقي؟ الله يرضى عليك. ابقى خليني المفتاح مشان اسقيها بس. بس اصحك تفكيها خليها تتربى لها كم يوم. لا تقبرني هالمره رح اعمل اللي بدك اياه. لو كان علي كنت عرفت كيف اسلخ جلدها عن عظمها. بس معلش خليها محبوسة كم يوم لحتى أعرف ابن الحرام اللي كان معها بالصورة ونشوف ساعتها كيف نحلها. منجوزهم ومنقلعهم من وشنا. رح أربط تمها كمان خايف تكذب عليكي مثل العادة وتقومي تصدقيها. بعرفك ما بتتحملي. يا ربي وين كان مخباي هالمصايب. يا ربي وين كان مخباي. أمي روحي اشربي الحبة لحتى ترتاحي. روحي روحي الله يرضى عليكي. مرات قال عايزينك بالبيت ضروري. ما قلت لك ليش؟ لا بتكون عرفت. طيب انا رح امر على الغرفه 221 وبعدين اروح الغرفه 221. 221 عم بخرج ورا. شو كيف؟ فوت لجوا حاجتك شمس شويت شوي. خذ الحبة ترتاح. ترتاح كثير. لعب لعب. جابر وين نسمة؟ انت عن شو عم تحكي؟ شوف حركاتك هي مو علي. نسمة مانا بالمشفى. وينها؟ معلش تلتهي بحالك وما تدخلي بشؤون غيرك. قول هالحكي لحالك. اعطيني علبة الدواء ولا تتدخلي بشؤوني. شو ها؟ ما بتستحي على حالك بهالعمر تتفرج على هيك صور؟ اعطيني علبة الدواء. ما رح اعطيك شيء. بدي اتصل بالشرطة لانه مستحيل تفاهم معك. يقرب علي بحقه على فهماني؟
سامي 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 تستفزني لأحكي شيء أو أغلط. نعم على نصة لما راحت. بعدين اللي بدي يروح بيروح هوني. هون مشفى مانو سجن. إذا بتريد عنا شغل. طيب أنا برجيكم إذا بروح أخذكم بهالمستشفى. بعدي بيك. مساء الخير يا جماعة. أهلا وسهلا. مساء الخير. تفضلي. شو وين الصبايا؟ جايين وراي. شو ما وصلت شاء؟ وين بدي لاقيها يا ابو عامر؟ ما بعرف. بتجيبها من المطرح ما جبتها. الشرطه فتحوا تحقيق وراح يسالوا عنها. امتى لحقوا؟ مين اشتكى؟ قلت لك ما بعرف. اسال المحروسه بنت اخوك، بجوز بتعرف. بنت اخي محبوسه. بتكون خبرت قبل ما تجي. اسمع، مرتك لازم تبين اليوم احسن ما يتهموك فيها. معك من هلا لبكره الصبح. قلت لك لبكره الصبح. بكره الصبح بتوقفوا قدام البنك، اول ما بيسحب المصاري بتاخذوه هو والمصاري. معك بدي اياه، هذا واحد خباص. واذا سحب المصاري اليوم؟ ما راح يلحق، لانه بده ساعتين ليرجع، بيكون البنك سكر. على كل حال بعتوا واحد احتياط لهنيك. كاظم صديق قديم من ايام الصحافه الحقيقيه. اهلا وسهلا. اهلين تشرفنا. أهلين. الله يخليك. اهلين. أهلين.
جماعة يا جماعة أعلن افتتاح المعرض. صار لك سنة عم تشتغل على هالمعرض، لا تخليه يمرق هيك. هي لو كانت بدها تجي كانت اجت. شو بدي اعمل بالرسالة؟ أني رسالة؟ لك بعثت لي سحر رسالة قال بدي اني دلها على المعرض. اي بسيطة دلها. أنت مانك عرفان شو القصة؟ لك شو القصة؟ أنا اتصلت فيها وعزمتها. خلص روح شوفها. وإذا بدك رأيي روح شوفها هلا وبكره بتجوا بتشوفوا المعرض. اسف انا قريت الرسائل بالموبايل. بتعرف اللمسه الاخيره دائما بتجي منها، لانه اذا بدي استناك رح تقضي العمر كله رسائل. وفر بوساتك، روح انبسط يلا، انا رح اشوف العالم. ماما ما حدا عم برد. معقول ما تيجي تودعنا؟ ماما كم مرة بدها تيجي تودعكم؟ بعدين إذا هي على المعرض ما إجيت بدها تيجي تودعكم؟ خلص خلينا نمشي. أسبقوني أنا لحقكم. يلا يلا ماشي. الحضور القليل يا بدر ما بيعني أبدا فشل المعرض، لأنه هي الصور فيها إحساس وفيها حكايات بتعبر فعلا عن عنوان المعرض، حكاية وجوه. بس على ما يبدو ما عرفت تجيب جمهور منيح. شلون بدك تجيب جمهور اذا كان مدير التسويق تبعك هو مازن؟ مرحبا. كيفك؟ تمام. إذا ما عندك حكي خلينا نروح على المعرض. خلينا نأجل رحت المعرض لبكرة، عندي حكي كتير. معناته رح تقول شي اليوم. ايه بحكي. اوكي تفضلي. أنا برأيي إنك تمشي مشان ما تتأخر كمان. وأنت شو بدك تعمل؟ ولا شي، رح أطلع أتمشى شوي. بدر رح أقول لك هالشغلة، إذا بلشت بشي كمله أو لا تبلش فيه بنوب. مو هون بيت جدك؟ بلا. أكيد آمنة حبيت تشوف شام. شو حبيبي؟ ما قدرت، ما قدرت، صعب كتير. اهدي حبيبتي، بكرة البنات بيشوفوا شام بيخبروها. مشي حبيبي. بعطي جدا، شفت شو عمل؟ شفت شو عمل؟ جدا شفت. افتح شو؟ افتح جاري.
المطبخ. ايش؟ انت على المطبخ. على المطبخ؟ ايه على المطبخ. Thank you.